الليل السادس. السادس. أيوة. بين النعامة والبطريق. أنا هو الطائر اللي ما يطيرش. شنو نزلت؟ شنو نزلت؟ برب شنو نزلت؟ هاو ما نزلوا لك غادي. بطريق. لا لا. كيفاه؟ بطريق. لا قلت النعامة. لا زرف. والله ما تكلمت كلمة تو. غلطت. البطريق. محمد اسمع نحسه كان عنده الحق يدافع على حضوره. المدعي العام. شنو بيه تو البطريق ولا النعامة ثبتوا لي رواحكم. ان شاء الله نجيب هما زوز ما يطيروش على فكرة. لا تطلع تطلع. سي تان جو هذايا. عرفت بيج 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 وانتم وقعتوا في البيج خاطر جاوبتوا النعامة وبعد جاوبتوا البطريق دونك جاوبكم غلط الزوز ما يطيروش فريق الحار فرصتكم هاي تفضل تفضل دراعك يا علاب اللي لميناهم من البطريق والنعامة لوحناهم السكارة والبحر عندك ثلاثة ما يطيروش البطريق والنعامة والكيبان هذي باهي هذي باهي لم نقلع بعد سعد لم نقلع بعد باهي عنا إلا 10 نقاط للفريق الحار 8 نقاط كاملين فريق الحلو السؤال السابع السؤال السابع بس شيء ناحي يدك منك لا اسكت على روحك بين الكالتشو والباشتو شنو هو تتسمى اللغة الأفغانية؟ الكالتشو تاليانية الباشتو الباشتو جواب صحيح برافو قياس قبيلة الباشتو قوم دور قوم دور هذاك هذاك مشاف غسيل هذاك مش حروبة بيغنيوا لي دور دور خبز شعير وكعك محور خبز من حمام الحور شيلوا على العين هذا غني لهم خمسة والخميس عليكم ما تحركوا قلت لكم خمسة قلت لكم خنقعد ديكم خمسة والخميس بزعليكم إن شاء الله بالسعد والأعمار الدشوش الليلة يحييكم يغني لي يا أحلى المجوار يغني لي لي أيوه الله الله شملة لم بنت الخالة وبنت العم بنت الخالة وبنت العم يلا يا كوثر اتحزم واعمل شطحة معاك الحاج يا ولدي موان 5 ماشي يا كالحلوف اي موان 5 اعطيني سكور سيد المخرج سيد المخرج السكور الا 15 النقطة هذه درجة حرارة في موسكو سارة حاب تبدلها العجلة ما عادش نحبها شنو نعملوا لها؟ هي هي في البرنامج العجلة ذي عجاية والله مالا نقول لك يا كوثر انت من الجنة لا استطيع لا استطيع لا استطيع لا استطيع الا غالي حاجة أقوى مني غدوة نكسروها العاشر دق تقوح جيب واحد أخت السؤال الثامن ركزوا مهم جدا بين الأحمر والبني شنو لون الحزام اللي تحصل عليه لعب الكاراتيه قبل الحزام الأسود بني تكتيك خطير منكم هذا الحزام الأسود والحزام البني عبدالله الأحمر ولا البني أعطيني الإجابة أحمر احمر جاوب صحيح هاي ايش الدوري هاي اسمها الدوري صفير بني تصفيق هذا شوري
لم يا فايف يا أخت أعطيني يلا الأولاد هيا نحضر روحنا هيا تدوير عندهم مالي شنو هذي؟ ركب عشان قلت لكم ركب عشان يا اسماعيل ركب عشان يا لا شو ده؟ يا تيزي يا اسماعيل شو يا روحي يا خويا يدي الحمد لله الحمد لله حلوه اطلع فيه الحمد لله يا ربي والله اذا اللي عمره ما صارت هكذا عبد عشره ولا رخصه والله علي أماني أختك تخسر حتى أخوي هذا جياز صاحب الحمو يا رب والله يا اسمع والله إذا دعوة ذلك عمره ما صارت عبد الحمد ودي الرجل على بركة عظيمة ذلك واحد مساهو كرام لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي الله يا أخوي مبروك عليك إلا عشرة بدعاء حلومة مرت سماعي لا معاش نزل